الانتر فاز 1-0 في مباراه العوده ولسه العركه بتاعت سيتي وريال مدريد الاول. انت تتوقع مين اللي هيعدي من السيتي وريال مدريد؟ بص هو التاريخ للاسف تاريخ ريال مدريد تاريخ طبعا. لا بس التاريخ بيقول ان عمر ما ريال مدريد كسب سيتي في سيتي رقم واحد. تاني حاجه عمر ما ريال مدريد جه تعادل المباراه الاولى في الذهاب على ملعبه ولعب نهائي عبر تاريخه كله. فالتاريخ ضد ريال شويه، ولكن انا دايما بثق في انشيلوتي. بس انت لو بتسالني في حاجه تكتيكيه وانت فدني، انت عمنا يعني في الحته دي، ان لازم يبتدي بتشاومين. تشاوميني لازم يبدا لان الخرم اللي كان موجود في مباراه مدريد واللي جاب منها دي بروين الهدف ان كان العمق فاضي. انا وجهه نظري ان انا العب بتشاوميني كروز مودريتش واقلب فالفيردي كوينج رايت. ده وجهه نظري لان العمق لازم اعمله. لازم تحترم سيتي، وانا عارف ان انشيلوتي هيحترم سيتي بلا شك، ونجحوا بشكل كبير ان هم يطلعوا سيتي غير اللي الناس كانت متوقعاه في مباراه الذهاب. يعني سيتي لعبوا مباراه كبيره، بس اللي لعب مباراه اكبر دفاعيه بذكاء كبير جدا كان ريال مدريد، فطلعوا منظر سيتي كده. انا شايف ان هي مباراه شبيهه كرويا وكل حاجه لمباراه برشلونه اللي ريال كسب فيها برشلونه في كامب نو. ان انت كانت برشلونه كان كسبان ورايح لفرقه قريبه جدا لكره سيتي. انت دلوقتي بتتكلم ان سيتي بيلعب الكوره الممتعه الخطيره المرهقه لاي خصم زي برشلونه، وعرف يتعامل معها انشيلوتي كويس جدا في المباراه اللي كسبها 4-0. فهي مباراه قريبه جدا، عرفوا يقفلوا مفاتيح لعب برشلونه بشكل كبير. وانا دايما بثق في جوده اعلى في سيتي دلوقتي. انت بتتكلم عن سيتي وبرشلونه، الجوده في سيتي اعلى يعني. انت حتى يعني مش جوده الافراد بس مرهب. جوده الكوره نفسها، الكوره نفسها انا معاك، بس الكوره مرهب. بس عايز اقول لك حاجه، لو شلت هالاند وشلت دي بروين كل اللي انت بتتكلم فيه ده اتبخر. ما هو مش هيشيله، لا هو يعني انا قصدي ان انت اتنين لعيبه ممكن تكتيكيا تحاول توقفهم. يعني مثلا عندك روديجر حط هالاند الماتش الاولاني في جيبه ما فيهاش رغي. عندك انها تانية كانت خطأ واضح ان انت عمال تعيد وتزيد ان في فجوة في عمق الملعب انشيلوتي سابها لغاية لما هو خلق لك. وانشيلوتي كان يعني سايبها مش يعني هو قاصد الكلام ده ليه؟ لان هو عارف ان خطورة السيتي موجودة مثلا في ان دي بروينا وجندوجان او اين كان بيلعب جنب دي بروينا في الحتة دي، الاثنين دول دايما موجودين في الاوف سبيس على جنب، مش موجودين في زون 14، مش في قلب الملعب. زون 14 بتتسد المهاجم. فهو كان زائق كروس ومودريتش على الناس دي اللي هم دايما يتركوهم في كل مكان يروحوه في المنطقه دي. فقلب الملعب كان فاضي، لان اصلا لعيبه السيتي مش موجوده في قلب الملعب، لعيبه السيتي موجوده كده كده في الاوف سبيس. انما لو هو كان يعني كان جوارديولا مثلا فكر اللي هو يدخل حد في المكان ده، كنت هتلاقي ان انشيلوتي اكيد هيغير الشكل ده. وده برده اللي عمله سامر دايس في الماتش اللي قبل منه، في الاسبوع اللي قبل منه في البريمير ليج لما كان بيلعب مانشستر. جون دي بروين مش كنت حاسس ان في مشكله في الدنيا فاضيه؟ انا ما كانش عاجبني الشيب بتاع ريال مدريد، ما كانش عاجبني لان هو كان فيه برضه مشكله لان هو كان فيه الخطوط ما كانتش اقرب حاجه من بعض، لكن هو كان بيراهن على اللي هو يوقف الناس دي في المناطق دي. بس يعني انا شايف ان 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 ان, إن السيتي، ما اعرفش رايك يا ترى، السيتي وحشين جدا في الضغط العالي. يعني السيتي لو ضغط على ريال مدريد بالذات في الاتحاد، لو ضغط عليه بنفس اسلوب الضغط اللي لعب في البرنابيو هيتعب. انا بتوقع ان جوارديولا في الماتش ده هيخش يعني فلسفه مختلفه، فلسفه إيه مختلفه باللي هو هيكون اهدى شويه. يعني مش شرط اللي هو يكون معاه الاستحواذ معظم الوقت، هيسيب الاستحواذ لفترات طويله مع ريال مدريد. مش دايما هيكون بيحاول يضغط عالي، لان اوقات كتير هتلاقيه بيرجع بميديم بلوك ويسيب الكره ان مدريد يطلعوا في ثلثين ملعب ما فيش مشكله، لان هو عارف ان خطوره مدريد الحقيقيه في اللي هو يسيب لهم مساحات ورا، وان فينيسيوس يروح في الحته دي وبنزيما وبتاع ويعملوا عليهم. لا وان هم كمان عندهم لعيبه نص ملعب بيقدروا يحافظوا على الكوره ويطلعوا يعني بيها كويس. الجول بتاع فينيسيوس لمستين كامافينجا مودريتش كامافينجا حطها لفينيسيوس خلاص راحوا جابوا جول. هو هيراهن بقى، يعني انا بقول ان رهان جوارديولا اكيد هيكون على الحته دي اللي هو مش هيسيب لهم طول الوقت هم يلعبوا الكره اللي عايزين يلعبوها. طب انا عايز اسالك سؤال، السيتي عندهم ووكر واحد من احسن باكات رايت في العالم بالدافع وسرعه وتركيز وكل حاجه، ورغم كده فينيسيوس خطر. يعني انا شايف ان ووكر عامل ماتش كبير بيتحرك معاه في كل حته.
بس فينيسيوس ده رهيب. لا هو يعمل كده في انتات غير طبيعيه. وصل وصل لمرحله خلاص. لا يعني لو مش هنقول احسن جناح في العالم فهو على الاقل على الاقل ما على الاقل هيكون من احسن ثلاثه. لو مش هنقول احسن جناح في العالم لكن هو هو كمان يعني يعني فينيسيوس كان لعيب حريف اول ما جه ريال مدريد، سريع وقوي بس كانت مشكلته في اللي هو عنده مشكله في القرارات بتاعته، ما كانش بيعرف ياخد قرار في الثالث الاخير. لكن في اخر سنتين اتطور في الحته دي بشكل كبير جدا. ايا كان الفول باك اللي هيلعب على فينيسيوس هيعاني، خلي بالك كاميلو بالذات مع لعيبه نص ملعب كويسه بتوصل. خلي بالك انا عايز اقول لك حاجه، انت لما تيجي تبص مثلا خلي بالك بقى الميزه في الشامبيونز ليج ان الاستاتستكس والاحصائيات اسهل بكتير من الدوري المصري، احنا بيطلع عينينا عشان نجيب. في الشامبيونز ليج انت بتتكلم مثلا على فينيسيوس اكتر واحد وصل المرمى وضيع فرص، فاهم؟ فانت بتتكلم ان هو رقميا اكتر واحد وصل للمرمى، اكتر واحد اهدر فرص في البطوله الضخمه اللي مليانه نجوم دي كلها، فهو لوحده لو انت بتتكلم هو الرئه الاساسيه لريال مدريد. انت بتتكلم في بطوله عظمى، هو اول واحد انت بتتكلم مثلا اكتر واحد ضايع هو، اكتر واحد خلق لنفسه فرص تهديفيه هو، فهو بلا شك لو طور كمان. خلي بالك حتة الفينيشنج، خلي بالك انا شايف ان هو الفينيشنج بتاعه تحسن، لكن هو لو طور الحتة دي لان هو بيعمل حركة واحدة اللي هو بيخش ويعملها ببطن رجله في البيت، لو هو طور اسلحته التهديفية اكتر مع القوة اللي هي مفزعة بتاعته دي هيبقى غول. يعني هو دلوقتي خطير جدا، بس انت لو لاحظت كل اهدافه ايه بيكسر وراح عاملها. ايوه ماشي، خلي بالك بس يعني ماتيري عندي جاب مثلا بتاع 100 جول وهو بيعمل كده، بس محدش عارف يوقفه. لا صح، كل الملعب عارف ان هو يعمل كده. اه لكن محدش بيعرف، لكن عارف اللي واقف عنده اميدو السنه دي، ولازم اسقف لجوارديولا، ان سيتي اكتر فرقه جايبه اهداف، انت بتتكلم لو مش غلطان 27 هدف، واقل فرقه دخل فيها اهداف في البطوله. خلي بالك ده ميكس ما كانش عند جوارديولا، كان دايما بيبص حتة الشراسة الهجومية وان انا اجيب كتير وكان بتوصل للمرمى بتاعي كتير. لكن ان انت تبقى اعلى فرقة جايبة، هي خلي بالك تقريبا نابولي وريال مدريد الثاني ب 26 هدف وهم الاول 27. خلي بالك يعني جزء من قوتك، دخل فيهم جزء من قوتك الدفاعيه، جزء من قوتك الدفاعيه اللي انت تكون بتلعب كره هجوميه كويسه، لان طول ما انت معاك الاستحواذ وطول ما انت حارم الخصم بتاعك من الكره وطول ما انت بتروح وبتجيب جوال فانت بتقتل المنافس. والمهام اللي احنا يعني انت مثلا مش عايزين نرجع للدوري تاني، بس اللي انت قلته وانت واقف هنا مهم جدا، ان انت الخطه مثلا بتاعه الزمالك لو المهاجمين ما قاموش بادوارهم الدفاعيه صح، كل المساحات اللي متفرغه ورا دي هتبقى خطر. مفيش في الكوره دلوقتي عشان على فكره ان الناس اللي فوق اللي قدام ما يكونوش بيدافعوا كويس. صح لازم ميدو في هم بدايه كل حاجه في الموسم. فيرمينيو انت عارف ليفربول، انا لسه هقول لك الحته دي، فيرمينيو كاركتر لعيب قطع الكره في البريمير ليج السنه اللي خدت الدوري. يعني انت تخيل انت بالكره الهجوميه بتاعت سيتي اللي انت بتتكلم بيها دي، الناس اللي قدام ما بتقولش بادوار. مفيش، انا لو بلعب في ريال هروح اعمل الشلوت في مساحه هبقى خطر. ما ينفعش طبعا، ما ينفعش.